السلام عليكم خوتي اخواتي، غير سمحوا لي على الصوت ديالي، راه ضربني شويه البرد وعيانه شي شويه، ولكن هذا ما كيمنعش باش نصور الفيديو. عندنا العرس وهذه اول حاجه، اول اليوم دارت الحنه البنت قبل من النهار ديال الحنه، كدير الحنه هي كتنقش، كتجيب النقاشه ماشي بالنهار بنهار وكيف ما كنديرو حنا، لا بحال دابا ليله نهار الطلبه كتجيب هي النقاشه، النهار اللي كيديرو هما يا خاتم القران، تيقولوا خاتم القران حنا نقولوا الطلبه، هي تجيب النقاشه وتنقش ليها يديها من كاملين حتى دراعها كامل كتنقشو، ورجليها كاملين يعني حتى الركبه. وتبعوا معايا الفيديو حتى الاخر، ودابا انا بديت غادي ندير معكم هذا الفيديو، هذا الفيديو الاول من العرس اللي غادي نبارطاجي معكم هاد الايامات. اليوم غادي نديرو، البارح كانت نهار الاربعاء كان الحنه، النقش ديال الحنه، ولكن النهار ديال الحنه هو الخميس، النهار الاربعاء كان الختم القران والنقش، ماشي بحالنا حنا تنديرو نهار بنهارو كنجيبو النقاشه وهداك الشيء. لا هاد النقاشه ما شاء الله عليها كتخرج، اللي كتنقش لهاد العروسه قولي 13 14 الف ريال باش كتنقش، ولكن تستاهل لحقاش. ضربات تمر النيت جات من بدات من كل 4 ونص ما سالت حتى 12 الليل، من 4 ونص حتى 12 الليل ولا 11 ونص ولا 12 نقولوا عاد سالات ليها، يعني راه تستاهل هاد الفلوس هادو 14 الف ريال باش كتنقش للعروسه. المهم كملوا لا فيديو حتى الاخر، وراني غادي نبارطاجي هاد لي هاد غدا ولا المهم ماغاديش نطول بزاف باش نشوفو، باش نبارطاجي معكم اليوم الحنه ديالهم والعرس طبيعة الحال صامدي. وتبارك الله النيت كيحني، والنيت اليد كامله كتحني كتنقش ليها، وحتى كتيبس كتحني اليد من هاد كتنقش هي اللي يديها، وكتخلي على جهه كتنقشها وكتخليها حتى كتيبس، كتنقش اليدين بجوج على هاد الجهه وتتخليهم حتى يبسوا، عاد كتكمل الجهه الاخرى، يعني باش تقلبيها يديها وهذا خاصها تيبس جهه، ونفس الرجلين حتى هما نفس الطريقه، حتى كتقد تنقش هاد الجهه القداميه وتخليها حتى تيبس عاد باش تكمل هذاك الشيء الاخر اللي بقى. ومهم تبعوا الفيديو حتى الاخر، ونتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ومهم راه نتلاقاو في مقرب ان شاء الله، والسلام عليكم وشكرا لكم وما تمشوش بعيد.